يسعد أوقاتكم. اليوم رح أعمل الكرات أو البراسيا أو الليكس بالأنستنبوت. الكرات أكل جدا مفيد وإلى فوائد جدا عديدة، بتمنى تشوفوا على جوجل فوائدها، وتعتبر من أكلات الدايت وكتير كتير طيبة. طبعا رح أقطع الكرات، رح أقطع قطع نوعا ما خشنة معنا ناعمة، وبعدين رح أغسله كتير كتير منيح بالمي، لأنه بيطلع منه كمية تراب كتير كتير كبيرة، فلازم ينغسل عدة مرات لحتى نتأكد إنه نضف تماما. رح شغل الأنستنبوت على برنامج الصوتي وضيف السمنة وحمس اللحم شوي لبين ما أغسل. بهالأثناء كنت عم بغسل الكرات، غسلته كتير كتير منيح عدة مرات لحتى تأكدت انه نضف تماما، وبعدين بضيفه فوق اللحمة والسمنة. ما بده اي نوع بهارات، فقط ملح، شوية فلفل اسود للحمة، وشوية بابريكا. بحركهم كتير 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 منيح. هو الكرات لحاله بيفرز مي، بس انا هون ضفت نص كاسة مي فقط بس مشان اني اقدر اضغطها، وضغطت على برنامج الستيم لمدة 5 دقائق. فتحت الانستنبوت، طبعا الكرات كان مستوي تماما، بس هو طبيعته بيفرز مي كتير، ففي مي كان يعني في فارز شوية مي، فشغلته على برنامج السوتي وضليت حركه شوي شوي لحتى نشف المي بنسبة تقريبا 90%، يعني ضل شوية مي فيه ما أكتر. طبعا الكرات بيتاكل جنبه، يعني هو لازم ينعصر عليه ليمون حتى يتاكل جنبه، فجل، بصل، ليمون، نعناع، فليفلة، أي شيء أنتو بتحبوه. وصحة وهنا لكل حدا بده يجربها، وبتمنى تتابعوني على قناتي على اليوتيوب وبروفايلي على الانستغرام، الاثنين باسم انستنبوت باي نورا. وشكرا لكم ولدعمكم.